خليني برضه استعرض مع حضراتكم تشكيل نادي الاهلي المتوقع لمباراه النهارده. نشوف مع بعض في حراسه المرمى محمد الشناوي، من اليمين للشمال محمد هاني، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، علي معلول. وسط الملعب طبعا هناك تغيير كبير، طبعا محمد مجدي قفشه، وجنبه هيلعب يا اما رامي ربيعه او احمد كوكا ناشئ طبعا النادي الاهلي، ويلعب بالرباعي الامامي احمد عبد القادر، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وفي الامام جنوب افريقي بيرسي تاو. لسه